إحدى أشهر الخرافات الشائعة عن الحيوانات هي أن الفئران تحب الجبن. ظهرت الشائعة منذ زمن بعيد، ربما حين بدأ الناس بتخزين الطعام، لأن الفئران زائرة معتادة لبيوت البشر، فهي تبحث باستمرار عن طعام لتأكله. اعتاد الناس تخزين الحبوب في جرار زجاجية، وأيضا احتفظوا باللحم معلقا عاليا، لكنهم كانوا يضعون الجبن على الرفوف، مما جعله هدفا سهلا لكل زوار خزانة المؤن غير المرحب بهم كالفئران. لذا فقد أكلتها لأنها لم تستطع الوصول إلى شيء أفضل، لكن الفئران قد تسعى للحصول على الشوكولاتة أو أي شيء حلو آخر بدلا من الجبن، ومن يمكنه لومها؟ طيور الفلامينغو لا تقف في الماء على ساق واحدة لتلافي البرد، بل هذه طريقة سهلة لتوفير المجهود. يرهقنا نحن البشر أن نقف على ساق واحدة، لكن بالنسبة إليها فهذا الوضع هو أكثر الأوضاع استقرارا بالنظر إلى تشريحها الغريب. هذه الوضعية لا تحتاج إلى أي مجهود عضلي. الآن أشعر بالغيرة. إحدى أشهر الخرافات وأقدامها هي أن النعام يخفي رأسه في الرمال كل مرة يشعر بالخوف. منذ وقت طويل اعتقد الباحثون أن النعام طائر غير ذكي، لأنه يدفن رأسه في الأرض غير واع بأن باقي جسمه مكشوف ويمكن للجميع رؤيته. في الحقيقة يفعل النعام ذلك حين يريد ابتلاع الرمل والحصى لتعزيز الهضم أو لقلب البيض الذي يضعه في أعشاشه، وحتى عند ذلك لا يدفن رأسه فعليا، ولكن يضعه قرب الأرض. وإلا فحين يضع رأسه في الرمال فلن يستطيع المسكين التنفس، ما من سبب للاعتقاد أن النعام طائر جبان. كحيوانات أخرى سيهرب حين يستشعر الخطر، وفي مواقف أخرى سيقاتل للدفاع عن نفسه، ويا له من طائر غضوب. ما أكبر شيء تعتقد أن بإمكان الحوت الأزرق ابتلاعه؟ حسنا، إننا نتحدث عن أكبر حيوان عاش على كوكبنا. يمكن أن يصل طوله إلى 30.5 مترا بوزن 200 طن، قلبه بحجم سيارة، وقد يعادل وزن لسانه وزن فيل متوسط الحجم. يسهل تخيل حوت أزرق يبتلع سيارات وأشخاصا وسفنا صغيرة حتى. كل ذلك خاطئ. أكبر شيء يمكنه ابتلاعه فعلا هو ثمرة جريب فروت. قد يتسع حلقه لطبق سلطة صغير. تتغذى الحيتان على بعض الأسماك الصغيرة والعوالق والقشريات البحرية، لذا لا تحتاج إلى حلق أكبر. لكننا لم نكن لننجو من العصارات الموجودة داخل معدة الحوت الأزرق على أي حال، فقد تقضي علينا في 15 ثانية، وهي نفس المدة التي قد نعيشها في الفضاء من دون بدلة فضاء. لذا لا تجربوا ذلك. الجمال لا تخزن الماء في سنامها. نتحدث عن حيوانات تملك مقاومة مذهلة لبعض الظروف الجوية المتطرفة، يمكنها النجاة حتى إذا شربت الماء كل 8 إلى 10 أيام، ولكن ليس لأن لديها مخزون سري على ظهرها، بل لأنها قد تشرب 189 لترا من الماء في المرة الواحدة. غالبا ما تستخدمها لإعادة تزويد 30% من إجمالي وزن جسدها بالماء، كمية يمكنها فقدها بسبب الجفاف. إذن فهي تفقد ماء كثير لكنها تستعيده بسرعة. سنامها هو مكان تخزين الدهون، لكن ليس لإنتاج الماء. الأكسجين الذي يحتاج إليه الجمل للتنفس قد يتسبب في فقدانه ماء كثيرا، لأنه قد يتبخر من رئتيه، ولذلك يستخدم الدهون كمصدر غذائي للطاقة. هذا يساعده على النجاة في المناطق القاحلة وأوقات ندرة الماء. إنها خرافة أن آكل النمل يشفط النمل بأنفه. إنه لا يمضي باحثا عن النمل لشفطه من خلال أنفه الطويل. لآكل النمل ألسنة طويلة جدا. آكل النمل العملاق لديه لسان قد يصل طوله إلى 60 سنتيمترا، وهو على شكل معكرونة سباجيتي، وتغطيه خطافات شوكية ولعاب لزج يعلق فيه النمل حتى 160 مرة في الدقيقة، ما يعني أنه يأكل 20,000 حشرة في اليوم الواحد. إنه يفتح مستعمرات النمل بمخالبه ثم يكمل باقي العمل بلسانه. ليس لديه أسنان، لذا فهو يبتلع كل الحشرات التي يصيدها. ربما أعطتك الأفلام إحساسا زائفا بالأمان فيما يتعلق بالديناصورات. كلا، الوقوف بثبات شديد لن ينقذك من تيرانوسور ريكس هائج يطاردك. إنها خرافة أن بصر ملك الديناصورات ضعيف. ربما كان بصر هذه الحيوانات أفضل من بصر الطيور الجارحة المعاصرة، وكان لديها إدراك ممتاز بالعمق، شيء تتميز به حيوانات موجودة اليوم كالنسور والصقور.
إذا تسببت معجزة ما في ألا يراك الديناصور أو يعتقد أنك شجرة صغيرة أو شيء آخر لأنك تقف ثابتا جدا، فإن لديه حاسة شم قوية جدا. لذا فإن الخيار الأفضل هو الجري، لأن التيرانوسور ريكس ليس سريعا كما كان العلماء يعتقدون، بسرعة تصل حتى 53 كيلومترا في الساعة. بالنظر إلى تشريحها فيمكنها التحرك بسرعة 19 كيلومترا في الساعة، أي سرعة أعلى من تلك كانت ستتسبب بأضرار كبيرة للعظام. لكن هذا لم يوقفها عن السيطرة على عالم الديناصورات، لأن أغلب الديناصورات كانت أبطأ منها، لذا لم يكن عليها القلق بشأن الطعام. هناك اعتقاد خاطئ آخر أن البومة يمكنها أن تدير رأسها 360 درجة، يتحرك رأسها بحدود 270 درجة في اتجاه واحد. وبما أنه يمكنها الالتفاف 270 درجة لليسار واليمين، فللبومة نطاق حركة يبلغ 540 درجة. لا تقلق، إذا لمست جناح فراشة فلن تفقد قدرتها على الطيران، بل ستنجو رغم الخرافة الشائعة التي تقول العكس. على أجنحة الفراش حراشف، إذا لمستها قد تنسلخ بعض الحراشف، لكن هذا ليس سيئا لأنها تنسلخ طبيعيا أيضا. وبسبب الحراشف التي تنسلخ تتمكن من الهرب بسهولة إذا ما علقت أو حوصرت في شبكة عنكبوت. الخرافة التالية ألهمت أفلاما وكتبا وسيناريوهات مسلسلات تلفزيونية كثيرة، لكن كلا، لا تعوي الذئاب على القمر، إنها تعوي عادة ليلا. هذا صحيح، لأن هذه فترة نشاطها، وقد تنظر للأعلى أثناء العواء لأن هذا يساعد في انتقال الصوت. بهذه الطريقة تسمعها الذئاب الأخرى من على بعد نحو 9.5 حتى 11 كيلو مترا، ولهذا تعوي من الأساس لتتواصل مع بعضها البعض. تصدر أصواتا محددة لمواقف معينة، على سبيل المثال لمساعدة ذئب تاه عن قطيعه ليعود إليه. يصدف ظهور القمر فحسب أثناء تواصل الذئاب. تحتاج الزرافات إلى 30 دقيقة من النوم فقط في اليوم. هذه خرافة أخرى، فهي تنام نحو 4.5 ساعات يوميا. هذا ليس نادرا إلى هذه الدرجة في أنواع الحيوانات التي تنشط خلال النهار. وأظهرت الدراسات أيضا أن الزرافات ترقد لتنام أقل من 11 دقيقة كل مرة. يعتقد أناس كثر أن حيوان الخلد أعمى. هذه الثدييات الصغيرة الحفارة يمكنها الرؤية بالفعل، لكن نظرها ضعيف وهو مهيأ لإدراك الضوء فحسب. إنها مصابة أيضا بعمى الألوان. حين تبحث عن الطعام وتشق طريقها في الظلام تحت الأرض، فإنها تعتمد على حاستي اللمس والشم. حاسة اللمس لديها حادة، ولهذا يستشعر حيوان الخلد ذبذبات الحركة حوله، وهذا يساعده على تجنب الخطر والعثور على وجبته التالية بسهولة أكبر، مثل ألفيات الأرجل والديدان وأم 44 والكائنات اللافقارية الأخرى. إنه سريع في الحفر، ويمكنه حفر عدة سنتيمترات في الدقيقة. في الشتاء تدخل الحيوانات في حالة بيات شتوي، ليس لأن الجو بارد عليها في الخارج، لكن لشح الطعام خلال تلك الفترة. حين يدخل حيوان في حالة بيات شتوي، فإن معدل نبض قلبه ودرجة حرارة جسده وتنفسه والعمليات الأيضية الأخرى تتباطأ بشدة، وبهذه الطريقة تحافظ على الطاقة. السناجب والخفافيش والسلاحف والثعابين تدخل جميعا في حالة بيات شتوي، وهذا يوفر لها طاقة أكبر للفصول الأخرى حين تصبح أكثر نشاطا وأكثر قدرة على الحصول على الطعام. وقد أضيف إليها الدببة أيضا، لكنها حيوانات لا تبيت حقا. إذا حاولت إيقاظ أحدها خلال الشتاء بينما تعتقد أنه في حالة بيات شتوي، فقد ينتهي بك الأمر بأن تقضي وقتا عصيبا. إنها تبطئ عملياتها بالفعل، ما يعني أنها تنام لفترات طويلة، لكنها لا تزال غير نائمة طوال فصل الشتاء، ويمكنك إيقاظها من نومها بسهولة. لذا دعنا لا نفعل ذلك. لا تصدق الخرافات، لن تبيض ثاقبة الأذن في أذنيك. أجل، رغم اسمها فإنها ليست مهتمة بأذنيك. حسنا، على الأقل ليس هناك دليل على أنها قد تود الدخول إلى هناك. إنها تفضل قضاء الوقت في الأماكن المظلمة الرطبة، مثل تحت ألحية الأشجار أو في التربة. لذا فأذنك بأمان. تخيل أنك تعمل في محمية طبيعية كبيرة بها أكثر من 1000 فصيلة من الحيوانات. ذات ليلة ذهبت تقود سيارتك داخل المحمية لتتأكد من أن كل شيء على ما يرام. معظم الحيوانات نائمة، وفجأة تسمع صراخ القردة وهي تقفز من غصن إلى غصن، وقطيع من الخيول تركض إلى أعماق الغابة.
وعلامات القلق واضحة عليها أيضا، كما بدأت تسمع صراخ العديد من الحيوانات الأخرى. يبدو أن هناك شيئا غريبا أيقظ الحيوانات وأخاف سكان المحمية بالكامل. ترفع رأسك إلى السماء فترى ضوءا ساطعا يبهرك، إنه نيزك، وهو قادم نحوك مباشرة. تركب سيارتك وتنطلق بعيدا بأسرع ما يمكن. يقع الحجر الفضائي أمامك مباشرة فتنقلب سيارتك على الجانب وتسقط مغشيا عليك. انبعث من النيزك الساقط طاقة صفراء غريبة تغلفك وسيارتك المقلوبة وأنت فاقد الوعي. هدأت الحيوانات وبدأت الآلاف منها تقترب بهدوء وحذر من النيزك. أحاطت الطاقة الصفراء بك وبجميع الحيوانات المتجمعة من حولك، وكلما زادت هالة الطاقة صغر حجم الحجر الفضائي. وبحلول الصباح كان النيزك قد تحلل في الهواء. لقد امتص قوى الحيوانات كلها ومررها إليك. تستيقظ على العشب بالقرب من السيارة محاطا بالعديد من الأشخاص. إنهم موظفو المحمية وبعض الأشخاص الآخرين يرتدون ملابس سوداء. لقد حللوا الفوهة الموجودة في الأرض وسألوك عما حدث. تخبرهم عن النيزك فيطلبون منك الذهاب معهم. يمسكك أحدهم بقوة من الكتف، لا يعجبك ذلك وترغب في أن تتحرر من قبضته، فينقض عليك اثنان من ذوي الملابس السوداء. تصبح غاضبا وتشعر بأن عضلاتك تكبر وبأن الفراء يغطي جلدك. تدفع رجلين بقوة بعيدا عنك وتزأر. تتحول أظافرك إلى مخالب. لقد أصبحت بقوة دب وأصبحت الآن قويا ومخيفا. يطاردك أصحاب الملابس السوداء فتركض إلى داخل الغابة. تريد أن تزيد سرعتك فتشعر بتغير شكل عمودك الفقري. الآن تجري بسرعة كبيرة على 4. لقد أصبحت بقوة الفهد، أسرع الحيوانات في العالم. تختبئ في الغابة وقد تركت مطارديك خلفك تائهين. تسمع صوت مروحية تحوم بالأعلى، تطلق شعاعا من الضوء الساطع فجأة. أولى، لقد كشفوا مكانك. استخدم العلماء مكبرات صوت ليطلبوا منك التوقف، لكنك تعرف ما قد ينتظرك. مختبرات وتجارب وحياة داخل الأقفاص. لقد رأيت الكثير من الأفلام عن ذلك، لذا ترفض الاستسلام. تركض بسرعة نحو بحيرة كبيرة وتقفز إليها. يتحول ذراعاك وساقاك إلى زعانف وتلتحم قدماك لتشكل ذيلا كبيرا. لقد تحولت إلى حيوان فظ قوي الآن. تقطع عرض البحيرة بسرعة حتى تقترب من الضفة الأخرى. تدور العديد من السيارات والدراجات البخارية حول البحيرة للإمساك بك. توجد غابة أخرى أمامك لكنها كثيفة هذه المرة. لا توجد مساحة كافية للركض بسرعة عالية، لكن يمكنك الاستفادة من قوى القردة. تصبح يداك أطول وأصابعك أقوى. تقفز لتسلق قمة شجرة عالية لتحدد موقعك في المحمية. ستحتاج إلى الذهاب جنوبا للوصول إلى قرية صغيرة لتناول بعض الطعام والشراب، وبعد ساعات تصل إلى حدود المحمية. الآن عليك القفز من فوق سياج مرتفع. يصبح ساقاك أقوى. تقفز مثل الكنجر، لكن لم يكن ارتقاؤك كافيا فتسقط على الأرض. تقترب المروحية منك. تستخدم قوى السحلية. تصبح لديك حراشف لزجة على أطرافك. تتسلق الجدار الخرساني بسرعة وتقفز إلى الجانب الآخر. تجد نفسك على عشب طويل. يقترب العملاء منك من كل اتجاه. تفكر في التحول إلى ثعبان. يلتحم ذراعاك وساقاك مع جسدك. الآن يمكنك الزحف. تتجاوز الجميع وتجد نفسك على الطريق. ترى سيارة تقترب. ترفع يديك وتطلب منها التوقف. لا، إنها سيارة العملاء. إنهم يحيطون بك، وشعاع الضوء من المروحية أصبح مسلطا عليك. لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان، لكنك لست مضطرا للذهاب. تتمزق ملابسك فوق ظهرك وينمو لك جناحان كبيران من لوحي الكتف. ترتفع في الهواء. الجو بارد بالأعلى، لكن الريش على جسدك يحميك من الرياح. رائع، يمكنك الطيران. هذا مذهل. أوه، تشعر بوخز من الخلف. إنه سهم. لقد نالوا منك. تشعر بالنعاس وتهوي إلى الأرض. تهبط بصعوبة بالقرب من منزل خشبي صغير. يركض العملاء للإمساك بك، لكنك تتحول إلى حيوان آخر قبل أن يغشى عليك. يبحث العملاء وأصحاب الملابس السوداء عنك حول المنزل، لكنهم يفشلون في العثور عليك. ربما لم تؤثر بك السهام المخدرة، وبعد مدة يغادرون. في ذلك الوقت تنام بسلام بجوار جدار المنزل. في اللحظة الأخيرة تتمكن من التحول إلى حرباء فتندمج مع الجدار وتصبح غير مرئي. تنام لساعات أخرى. يحل الصباح وتدخل عربة قديمة صدئة إلى فناء المنزل، ويخرج منها رجل عجوز مع كلبه. يركض الكلب نحوك ويلعق وجهك.
يدرك العجوز أن هناك شخصا غير مرئي أمامه. تعود إلى حواسك البشرية وتخبر العجوز بما حدث. يقدم لك العجوز بعض الطعام والملابس النظيفة، تشكره وتنطلق في طريقك. الآن تحتاج إلى مغادرة البلاد بأسرع ما يمكن. تفكر في التحول إلى خفاش، ينمو ساقاك مع الأجنحة ويظهر لك نابان طويلان. تطير دون أن ترى أي شيء. لقد أصبحت قدرتك البصرية سيئة جدا، لكن قدرتك السمعية مذهلة. لديك الآن قدرة تحديد المواقع بالصدى مع إمكانية بث موجات صوتية عالية التردد، ومن مكان ما بعيد تسمع صرخة مألوفة. لا، إنه العجوز، لقد هاجمه العملاء. تستدير وتحلق مباشرة نحو المنزل. يراك أحد العملاء يصرخ في خوف. تفكر في التحول إلى وحيد قرن. يصبح حجم جسدك هائلا وأنفك طويلا. تركض بسرعة وتصدم العديد من العملاء، ثم تقلب سيارتهم وتركض إلى داخل المنزل لأخذ الرجل العجوز. يركب على ظهرك، فأنت الآن حصان، وتركض مبتعدا عن المنزل. تصل إلى الجبال. يبدو العجوز متعبا، لكنه ممتن لك على هذه المغامرة المثيرة. لا يمكنك مشاركته هذه المتعة، لأنك لا تعرف كيف ستنتهي. تطلب من العجوز الاختباء بينما تقوم بإلهاء فريق المطاردة. تفكر في التحول إلى حيوان معين. تتحول يداك وقدماك إلى حوافر، وتقفز عن المنحدر مثل الماعز الجبلي. لا يمكنهم الوصول إليك هنا، لكن في تلك اللحظة تظهر المروحية مجددا، ويوجه أحد العملاء سهما نحوك. تنمو أشواك على ظهرك. لقد تحولت إلى نايس. تطلق بعض الأشواك تجاه العميل. لقد ألهيته لبضع دقائق. في تلك اللحظة يقفز أسد جبلي نحوك من العدم، يخدشك بمخالبه. تفكر في التحول إلى أسد والاستفادة من قوته. تقف على قدميك الخلفيتين وتزأر بقوة. يخاف الأسد الجبلي ويركض مبتعدا. ترتفع المروحية عاليا. تركض مسرعا وتقفز من المنحدر لتتحول إلى أسرع طائر في العالم، الشاهين. تحلق إلى الأسفل بسرعة عالية لتهبط في الغابة. والآن تحتاج إلى العثور على العجوز. لديك أنف مثل الكلب، يمكنك أن تشم رائحة صديقك والوصول إليه بسهولة. في تلك اللحظة تخطر ببالك خطة رائعة لإيقاف ذوي الملابس السوداء عن مطاردتك. أنت تقود سيارتك عائدا إلى المنزل. ترى بضعة كلاب معروضة للتبني. تقول لنفسك، لماذا لا أنقذ كلبا لطيفا وأمنحه منزلا يؤويه؟ توقف سيارتك وترى كلبا ضخما له أذنان مدببتان ومخالب كبيرة، عيناه عميقتان وحادتان. أنت تحدق في هجين من ذئب وكلب. قد يحدث هذا في البرية، وتربية هذا الهجين أمر رائج. وفي الواقع إنه أكثر هجين بري ومستأنس شيوعا، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 400 ألف حيوان من هذا النوع تربى كحيوانات أليفة في أمريكا وحدها. هناك عدة أصناف منها، لكن الأكثر شيوعا هو صنف الذئاب الرمادية المختلطة مع الراعي الألماني أو الهاسكي السيبيري. قد تبدو هذه الحيوانات رائعة، لكن وجودها في المنزل خطير للغاية. هناك حالات عديدة هاجم فيها كلب ذئب أصحابه لأسباب عشوائية وغير متوقعة، لذلك من الأفضل ترك هذه الكلاب في البرية. بالحديث عن الكلاب البرية، أحد أخطر أنواع هذه الكلاب يتميز بشكله الجميل، لكن عليك البقاء بعيدا عنه إن صادفته، لأنه سيطاردك. يلقب هذا النوع ملك أستراليا. نعم، أنا أتحدث عن الدينغو. يعيش هذا الحيوان منذ مئات السنين في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا، ويندمج لونه البني الذهبي مع محيطه، مما يجعله أكثر خطورة عند بحثه عن الفرائس. ومثل هجين الذئب والكلب، تربى العديد من حيوانات الدينغو مع كلاب مستأنسة لإنتاج هجين الدينغو وكلب. يا للعجب. المهم، قد يبدو هذا الحيوان لطيفا، لكنه على عكس ذلك يظل حيوانا بريا يصطاد في قطعان، وقد يتصرف بوحشية مع البشر. قد يبدو الامتناع عن اقتناء الحيوان التالي بديهيا، لكن هناك أشخاص يحبون تربية ثعابين سامة في منازلهم. لا يمكن لأي شخص التعامل مع هذه الثعابين، لأنها تحتاج إلى رعاية واهتمام من نوع خاص، لذلك تحظر بعض الدول تربية الثعابين. من المؤكد أن استعراض ثعبان لمجموعة من أصدقائك في حفلة أمر رائع، لكن الإحصائيات تشير إلى التعرض لما لا يقل عن 10,000 لدغة ثعبان سنويا في أمريكا، وبعض هذه اللدغات كانت من ثعابين أليفة.
يستخدم المختصون في التعامل مع الثعابين معدات وأدوات خاصة عند إبعاد ثعبان عن مكان معين. لذلك فإن الاحتفاظ بثعبان في المنزل محفوف بالمخاطر. عدة أنواع من الثعابين السامة في البرية معرضة لخطر الانقراض، ولا يجب الاحتفاظ بها في المنزل إلا لرعايتها. عند مقابلة هذا الحيوان لأول مرة، وصفه المستكشفون بأنه مزيج من بطة وقندس وثعلب ماء بحجم قط منزلي ويبيض. ماذا؟ تجاهل العلماء خلد الماء واعتبروه مخلوقا خياليا حتى رأوه بأعينهم. هذا الثديي الغريب واللطيف سام في الواقع. على قدميه الخلفيتين توجد نتوءات في كل كعب للدفاع عن النفس والهرب من الخطر. على الأرجح أنك خمنت أن اقتناء قندس مع منقار سام غير محبذ، رغم أنه يبدو جميلا في الصغر. رعاية خلد الماء صعبة للغاية، ويحتاج إلى مساحة هائلة للسباحة والتجول في أرجائها، كما أنه متطلب جدا في نظامه الغذائي، وقد يتصرف بعدوانية شديدة، لكنه عميل سري جيد. لا ضير من اقتناء قط ما لم يكن من نوع السرفال أو البج. هذا القط البري أكبر من القط المنزلي العادي، ويبدو مثل نمر مرقط صغير. نعم، يبدو مهيبا ويحب القفز من مكان إلى آخر، لكن لا يوصى باقتنائه في المنزل. من المعروف أنه يحدث فوضى كبيرة في المنزل، ويمزق الستائر والأرائك بمخالبه، ولا يطيع البشر ويتصرف بعدوانية عند اللعب معه. هذا القط فائق الذكاء، ويحتاج إلى أماكن كثيرة وواسعة للتسلق والاستكشاف كما يفعل في البرية. اللوريس البطيء حيوان ترغب في معانقته طوال اليوم، تدفعك عيناه الكبيرتان الجاحظتان إلى البكاء من الفرح، والطريقة التي يمسك بها الأغصان بيديه الصغيرتين ترسم الابتسامة على وجه الجميع. إنه بطيء في كل شيء، لكن هناك سر غامض مرتبط بهذا الحيوان. إنه مهدد بالانقراض، وتربيته تخالف القوانين. ورغم أنه يبدو لطيفا عند التعامل معه، إلا أنه يشعر بضيق شديد، لأنه حيوان ليلي ولا يمكنه التعامل مع الكثير من التفاعل، كما أنه سام. إنه الحيوان الرئيسي الوحيد في العالم الذي لديه لدغة سامة ومؤلمة. على الأقل لن يكون من الصعب الهرب منه. الكوالا حيوان آخر يستمتع بتسلق أغصان الأشجار والأكل، لكن تربية الكوالا في المنزل أمر غير مستحسن على الإطلاق. يفرط هذا الحيوان في حماية صغاره، ويتصرف بعدوانية عند الشعور بالخطر. ورغم أنه يسمى دب الكوالا، إلا أنه لا يقرب للدببة من قريب ولا من بعيد. إنه من الجرابيات، ومن أقارب الكانجري والوامبت. لديه جراب يحمل صغاره فيه، وأصابع إبهام مثل الرئيسيات والبشر للتشبث بالأغصان والتسلق. لن تنجح محاولة استئناس هذا الحيوان، وطعامه هو السبب الرئيسي لعدم تمكنه من العيش مع البشر. يحتاج إلى أوراق أوكاليبتوس خاصة تنمو في الغابات ليتمكن من العيش، مما يعني أنه بحاجة إلى مساحات شاسعة من الغابات للتكاثر. ما الذي ستحصل عليه عندما يكون لديك حيوان يشبه البوسوم بحجم كفك ومع أجنحة؟ كلا، ليس الخفاش، بل طائرة شراعية السكر. لا يمتلك الحيوان أجنحة فعلية، ولا يطير حقا. لا تزال الخفافيش تستحوذ على لقب الثدييات المجنحة الوحيدة في العالم. بدلا من الأجنحة، يمتلك هذا الحيوان الجرابي طبقة جلد سميكة تمتد من يديه إلى كاحليه الخلفيين، وتعمل كطائرة شراعية. ويستخدم ذيله الفروي الكثيف لتوجيه نفسه أثناء الانزلاق إلى الأسفل. ورغم أنه قد يبدو لطيفا ومثل الأبطال الخارقين، إلا أن لا مكان له في البيوت مع الناس. إنه مفطور بطبيعته على العيش في عائلات كبيرة من نوعه. عندما يقتنيه الناس كحيوان أليف، لن يكون هناك أكثر من واحد أو اثنين من نوعه في المنزل. أضف أنه يحتاج إلى الأشجار للتجول والانزلاق في الأرجاء، ناهيك عن أنه حيوان ليلي ينام طوال النهار وينشط طوال الليل، وهذا يتعارض مع البشر، إلا إن كنت تحب السهر مثل البومة. وبالحديث عن البومة والمخلوقات الليلية الأخرى، فإن البومة حيوان لا يوضع في قفص أو حظيرة. تخيلنا جميعا بومة تقوم بتوصيل رسالة إلى نوافذنا في مرحلة الطفولة،
لكن هذا لا يعني أن البومة مخلوق سحري يمكن الاحتفاظ به كحيوان أليف. إنها مخلوقات منفردة ولا تفهم عقلية القطيع مثل أغلب الطيور، لهذا لن تعتاد البومة على وجود صاحب يحتضنها يوميا. إن قررت اقتناء بومة داخل منزلك فترحم على أثاثك. تحتاج البومة إلى مساحة للطيران والتصرف على سجيتها، لذلك لا تتوقع منها أن ترحم ستائرك ووسائدك وأرفف كتبك. ولأنها كائن ليلي فإنها تميل إلى التصرف بصخب في الليل عندما يكون الجميع في نوم عميق. والآن قد يبدو القنفذ حيوانا أليفا مثاليا يمكن تربيته في المنزل، لكنه يأتي مع بعض القيود. رغم أنه حيوان صغير لطيف، إلا أن الأشواك الحادة على ظهره ليست لضعاف القلوب، قد تنتج العديد من الإصابات من سوء التعامل معه وتحوله إلى كرة شوكية للدفاع عن نفسه. كما أنه مخلوق منعزل أيضا ولا يمكنه التواجد حول القنافذ الأخرى أو أي شيء يشعره بالخطر. ومثل معظم محبي العزلة، فإن القنافذ حيوانات ليلية تحب التجول بحرية في الليل بمفردها. لذا إن ربيت هذا الحيوان فتأكد من توفر مساحة كبيرة يمكنه استكشافها يوميا. مع ذيل بحلقات ولون بني محمر، هذه الكرات الفروية مثالية للعناق. من يمكنه مقاومة جاذبية الباندا الأحمر؟ وكلا، لا قرابة له مع الباندا العملاق، لكنه لا يزال لطيفا. أعتذر على تعكير فرحتك، لكن من الأفضل ترك هذا المخلوق في حاله. يعيش الباندا الأحمر في الغابات المطيرة الكثيفة جنوب شرق آسيا، ولا يمكن إبقاؤه سجينا في مكان واحد. ومثل القط لديه مخالب حادة ستغير ديكور منزلك. للأسوأ، عندما يشعر بالخطر يطلق الدب رائحة كريهة للهرب. يبدو هذا التصرف مألوفا لي، ورغم أن آذانه الكبيرة الفروية تجعله لا يقاوم، إلا أن الأفضل أن تتركه وشأنه. والآن إذا قررت لسبب ما إيقاظ باندا عملاقة نائمة أو احتضانها، تذكر أنها فكرة سيئة، فحتى القطط الكبيرة الشجاعة تخشى مضايقة الباندا في البرية. ربما لا تكون الباندا التي تراها في حديقة الحيوانات نشيطة، لكنها تملك فكاً ضخماً يعض بقوة، وتمكنها مخالبها القوية من إحكام قبضتها على أعدائها. الشيء الخداع في مظهر نمر البحر أو فقمة النمر، فمه الذي يبدو مبتسماً دائماً، لكنه في الواقع من الحيوانات العدوانية والبارعة في الصيد. يفضل نمر البحر أن يلعب لعبة القط والفأر مع طعامه الذي يضم البطاريق والأسماك والحبار والفقمات الصغيرة. ومنذ فترة ليست بالبعيدة، سحبت إحدى فقمات النمر عالم أحياء بحرية عميقاً تحت الماء، مهلاً توقفي عن اللعب بطعامك. تتغذى أكلات النمل على الحشرات والحنضيات والأفوكادو. احترس، إنها لا تملك أسناناً وبصرها وسمعها ضعيفان، تماماً مثل جدي. إنها غير عدوانية وتفضل الابتعاد عن الناس، لكن إذا سار البشر على مساراتها قد تتحول إلى كائن شرس وتبدأ بالقتال. كما يمكنها الوقوف على أرجلها الخلفية واستخدام ذيلها لتحقيق التوازن، وتهاجم بمخالبها القوية بما يكفي لإلحاق الأذى بحيوان الياغوار أو باللاند روفر. قد تبدو الألبكة الفروية المنفوشة طيبة القلب، لكنها لديها طرقها للدفاع عن نفسها. يمكنها البصق حتى 3 أمتار، وحتماً لن ترغب في دخول بصاقها في عينيك نظراً لاحتوائه على حمض المعدة مع عشب ممضوغ. ويمكنها أيضاً العض بأسنانها الحادة الموجودة في الجزء الخلفي من فمها، ولديها أيضاً أصابع أقدام ناعمة لركل الأعداء ببراعة، لكنها لا تسبب أي ضرر يتجاوز شجارك مع طفل صغير، ومع ذلك من الأفضل تجنب إزعاجها. هناك 3 أشياء تبرز الجانب السيء لشيطان تزمانيا: عند وجود حيوان مفترس قريب، وعند التنافس على شريك، وعند حماية طعامه. هناك باكس باني أيضاً، لكنه كرتون.
يتغذى هذا الحيوان عادة على الحشرات والطيور والضفادع والأسماك، وهم يحبون أن يتغذى على الفضلات أكثر من الصيد. لكن إذا تطفلت على منزله لأي سبب كان، فكن مستعداً لعضة مؤلمة، فأسنانه قوية بما يكفي لمضغ العظام. الفيلة ذكية جداً لدرجة أنها تفهم مشاعر الفيلة الأخرى، بل تحاول أيضاً مساعدة بعضها البعض، ويمكنها أيضاً الانتقام ممن يحزنها. أحياناً تتسبب الفيلة في إغلاق الطرق وإحداث الدمار في قرى الأشخاص الذين يؤذونها. يصبح ذكور الفيلة عدائيين كثيراً عند القتال على الإناث. احترس من تلك الأقدام الضخمة، يمكنها حقاً إحداث ضرر حقيقي، من الأفضل أن تغادر. يمكن للسمكة اليونفوخية الانتفاخ عدة مرات لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة. يمكن للصهر فعل ذلك أيضاً. أنا أمزح. في الواقع على معظم الحيوانات تجنب تناولها لاحتوائها على سم كافٍ للقضاء على 30 شخصاً، وليس له ترياق. لذا إن كنت وحيداً ستحتاج لدعوة أصدقائك لتوزيع السم عليهم. كلا، اختلقت هذا للتو. يعتبر البجع البشر أكبر خطر يهدد منازله وعائلاته، وتصبح ذكور البجع عدوانية بشكل خاص خلال موسم بناء الأعشاش من إبريل إلى يونيو. وعند اقتراب راكبي الزوارق أو الصيادين من أعشاشهم، يبدأ البجع بالصفير والرفرفة بجناحيه. وإن لم تنتبه لهذه العلامات التحذيرية، قد يحاول البجع قلب قاربك. الدلافين الكائنات الوحيدة على كوكب الأرض إلى جانب البشر التي يمكنها قتل مخلوق آخر دون وجود سبب منطقي. يهاجم الذكور أحياناً إناث الدلافين أو حتى صغارها، ولا يفعلون ذلك من أجل الطعام. إذا طاردك دولفين غاضب، فليس أمامك فرصة للتغلب عليه، فهو قادر على السباحة بسرعة 32 كيلومتراً في الساعة. بينما وصلت أقصى سرعة للسباح الأولمبي مايكل فيليبس 10 كيلومترات في الساعة، لذا فلا يمكنه مساعدتك. اللورس البطيء الوحيد السام من بين كل الرئيسيات، ويحتفظ بسمه في كوعيه ثم ينقله إلى فمه أثناء التنظيف لحماية أطفاله. إلى جانب ذلك، يخيف هذا الحيوان غيره من الحيوانات المفترسة كالثعابين والجوارح باستخدام علامات خاصة تظهر كم هو مرعب. إذا عض لوريس البطيء شخصاً دخل إلى منطقته أو ضايقه، فقد يصاب ذاك الشخص بالطفح الجلدي أو بنوبة حساسية أو ما هو أسوأ من ذلك. رغم وزنه الكبير وجسمه الثقيل، يمكن لفرس النهر الجري بسرعة تفوق سرعة البشر بكثير، كما أن أسنانه أكثر حدة. إذا اعترضت طريق هذا الحيوان وهو يتجول، أو دخلت إلى بركة الماء الخاصة به، فسيبدأ بالتصرف بعدوانية، لكنه يظهر بعض العلامات التحذيرية قبل الهجوم. لذا إن رأيت فرس النهر يتثاءب أو يصدر صوتاً كالضحك، فهذا يعني أنه سيثور غضباً. الآن هذا محير بعض الشيء، أليس كذلك؟ يتمتع الأخطبوط أزرق الحلقات بحجم صغير جداً، لكن سمه أقوى بألف مرة من السيانايد، وعادة ما يستخدمونه لصيد الجمبري وسرطان البحر والأسماك الصغيرة. إذا شعر هذا الكائن بالخطر، فستضيء حلقاته الزرقاء كنوع من التحذير، وحينها قد يلسعك إن لم تنتبه له. ربما لا تلاحظ اللدغة نفسها، لكنك حتماً ستلاحظ أعراضها بعد دقائق قليلة، ومن بينها الغثيان والخدر وفقدان الحواس وفقدان القدرة على الحركة. لذا انتبه لما هو بالأسفل. يشكل الحلزون المخروطي الجغرافي خطراً كبيراً، كونه يثقب جسم ضحيته بأسنانه الشبيهة بالحربة ثم يحقن سمه. إذا هاجمك حلزون مخروطي صغير، ستشعر بشيء يشبه لدغة النحلة. وإن كنت ذا حظ سيء وهاجمك حلزون أكبر،
فقد تصاب بخدر وتورم وشلل عضلي وتغير في الرؤية وصعوبة في التنفس. يعيش الإوز الكندي بالقرب من البشر منذ سنوات طويلة، لكنه لا يزال يشعر بالقلق من اقترابنا من منازله، خاصة في موسم التزاوج الربيعي. في هذا الوقت يمكن أن يطارد ذكور الإوز الأشخاص الذين يشعرون بأنهم يشكلون تهديداً لأزواجهم أو بيضهم أو أطفالهم. إن كنت تريد تجنب التعرض للهجوم على يدي أو على ريش هذا الطائر الغاضب والخطير، فأفضل شيء يمكنك فعله التراجع ببطء. للسناجب الكثير من الأعداء سواء في البرية أو في المدن، أما قوتهم العظمى لمواجهة جميع هؤلاء الأعداء سرعتهم وخفة حركتهم. الاقتراب من السناجب آمن تماماً في معظم الأوقات، لكن يبقى سلوكها غير قابل للتنبؤ، مثلها مثل أي حيوان بري آخر، فقد تعض من حين لآخر. واحذر من ذلك، فهي تنقل العدوى كداء الكلب. تميل السناجب في العادة لمطاردة الحيوانات الأليفة والأطفال، لكنها قد تعض الكبار أيضاً. لذا فللبقاء بأمان، سر دائماً خلف طفلك أو حيوانك الأليف كفخ لها. أمزح طبعاً. إذا رأيت كنغراً يوماً ما ينهض على رجليه الخلفيتين، فابتعد فوراً. يتبع هذه الطريقة لتحذيرك من أنه يظنك تمثل تهديداً على أنثاه أو طعامه. تتميز الكناغر بالبراعة في ملاكمة بعضها البعض، وتملك أرجلاً طويلة ومخالباً حادة. يقفز الكنغر في الهواء لإعطاء قوة إضافية لركلاته التي تكون قوية بما يكفي لكسر العظام. لا يملك خلد الماء أسناناً، ويعتمد بشكل أساسي على تناول الحشرات والمحار. إنه واحد من بين اثنين فقط من الثدييات التي تبيض، لكن يمكن لهذا المخلوق الغريب أن يعرضك للأذى. لذكر خلد الماء نتوءات حادة مخفية في قدميه الخلفيتين، ويوجد بهذه النتوءات سم كاف للقضاء على كلب. تحصل الكوالا على معظم الماء من تناول أوراق الأوكاليبتوس، وتوفر لنفسها الحماية التي تحتاجها بأسنانها ومخالبها الحادة. عندما يخدش الكوالا شخصاً يريد أن يعانقه بقوة، قد ينقل إليه بعض الأمراض. الراكون قادر على التكيف بسهولة مع أي بيئة، بما في ذلك حديقتك المنزلية. نادراً ما يهاجم هذا الحيوان البشر بشكل مباشر، لكنه قادر على تدمير ممتلكاتك وإصابتك بالمرض. يحصل الراكون على طعامه من أي مكان، بدءاً من النفايات والقمامة إلى أعشاش الطيور. وهنا يمكن أن يلتقط الكثير من الأمراض المعدية. وإلى جانب تلك الأمراض، تسبب حيوانات الراكون للبشر جروحاً بالغة تستغرق وقتاً طويلاً كي تشفى. إذا ظن القندس أنك تشكل تهديداً لسده، سيبدأ بضرب الماء بذيله كعلامة تحذيرية، وإن تجاهلت سيحاول استخدام أسنانه الحادة ضدك لحماية عائلته. لذا فمن الأفضل الابتعاد عنه. هناك سكين خاص يمكنك استخدامه لحماية نفسك من هجومه، واسمه بيفر كليفر. مهلاً؟ كلا، هذا برنامج تلفزيوني قديم. لا عليك. يقضي ثعلب الماء الكثير من وقته في السباحة على ظهره، ولا يهتم بنظافة نفسه. لهذا يترك خلفه بقايا الأسماك التي تجذب الحشرات الحاملة للمرض. وعدا عن كونه فوضوياً جداً، يملك ثعلب الماء أسناناً قوية قد يستخدمها ضد أي زائر غير مرغوب فيه. طائر الشبنم هو الطائر الأخطر على وجه الأرض. يمكن أن يصل وزن هذا الطائر لوزن رجل بالغ، وله أرجل قوية وطويلة ومخالب حادة. يستطيع طائر الشبنم مطاردتك بسرعة 48 كيلومتراً في الساعة، ولكن من حسن حظك أنه يحاول تجنب القتال. ولكن إن كنت لا ترغب بأن تكون هدفاً لحركاته الشبيهة بالكاراتيه، ابقى بعيداً عنه لمسافة آمنة ولا تقم باستفزازه.
فهمت؟ جيد. اهرب، أنا جاد، ليس المكان آمنا هنا. هناك نمر سيفي الأنياب يتجول في الأرجاء، حري بك أن تنتبه جيدا. ماذا تفعل عندك؟ لا تسترق النظر إليه. حسنا، نظرة خاطفة واحدة فقط. قد تتساءل كيف يعقل هذا؟ حسنا، الواقع أنك الآن في الواقع الافتراضي، وهذه القطط العملاقة الجميلة والخطيرة عاشت خلال العصر الجليدي الأخير. ماذا لو قررت الظهور مجددا عند مدخل منزلك من حيث لا تدري؟ طق طق، القط سيفي الأنياب في انتظارك لتقتني من أجله بعض السكاكر. تنحدر سمكة الكهوف الشوكية العملاقة من سلالة عاشت قبل أكثر من 300 مليون سنة. اعتقدنا بأنها لم تعد موجودة حتى سنة 1938 حينما عثرنا على سمكة شوكية حية، ومنذ ذلك الحين وهي تتجول في مياه الساحل الشرقي لأفريقيا وبحار سولاوسي في إندونيسيا. يا إلهي، لا أريد السباحة هناك ولقاء هذه المخلوقات وجها لوجه. تمتاز فكوكها بوجود مفصل داخل القحف، مما يعني أنها تفتح أفواهها على آخرها، وهذا حتى تتمكن من أكل فرائس أكبر حجما مثل فمي بالضبط. لا ينذر ذلك بأي خير، كما أنها عملاقة. تخيل سمكة بطولك ووزنك. اعتقد في السابق بأن التاكاهي الطائر الذي لا يطير انقرض في سنة 1898. إنه طائر ظريف وصغير ومزركش لا يتجاوز طوله مستوى ركبتيك. أنت تتنزه في جبل مورشيسون وتنظر في الأرجاء، فترى الطائر المنقرض سعيدا في حياته بين أقرانه في البرية. عثرنا فعلا على مستعمرة كاملة من طيور تاكاهي بعد 50 سنة من الإعلان عن انقراضها. أحسنت عملا أيتها الطيور الصغيرة. الكلب المغني، هل سبق وسمعت عنه؟ يغني كلبي رايلي حينما يشعر بالملل أو الجوع، لكن هذا الكلب فنان حقيقي، كلب غينيا الجديد المغني. اكتشفت هذه الكائنات مؤخرا في البرية لأول مرة منذ 50 سنة، ومع ذلك لم تنقرض بالكامل. حرص سكان غينيا الجديد على أن تعيش في مأمن بينهم، لكن ماذا عن البرية؟ من النادر والصعب جدا العثور عليها. انظر، ها هو ذا. أطلقت على كلاب غينيا الجديدة المغنية هذه التسمية لغنائها الشهير الذي يشبه النوتات العالية، وحتى أنها تغني معا. يشبه الأمر نوعا ما جوقة كلاب تعوي جميعها في آن واحد. أراهن على أنها تغني أفضل مني في الحمام. في مكان قريب من هذا البلد توجد خفافيش من نوع مختلف، فكما ترى آذانها عملاقة. أعتقد بأنه السبب وراء تسميتها بخفافيش غينيا الجديدة ذات الآذان الكبيرة. تسمية ذكية. عثر على هذه الفصائل حينما سقط أحدها في فخ خفافيش. حتى ذلك الوقت كانت تلعب الغميضة معنا، واعتقدنا بأنها انقرضت منذ سنة 1890. لم تخرج هذه الفصيلة من خانة الخطر بعد بسبب فقدانها لموطنها. تخيل أن تعثر على أحفوريات لفصيلة اعتقدت بأنها انقرضت منذ زمن طويل، وبعد سنتين تجد مجموعة كبيرة منها حية ترزق. حسنا، هذا ما حدث بالضبط في مايوركا سنة 1977 مع ضفدع القابلة. لونه ضارب إلى البني أو البني الداكن، الأمر الذي يجعل جلده يبدو مغطى بالبقع. بمعزل عن ذلك فهو مجرد علجوم صغير بعينين كبيرتين. عثر على مجموعة من الضفادع الحية بالقرب من أحافير أسلافها في جزيرة مايوركا. لم تتبقى الكثير منها، حوالي 500 في الحقيقة، لذا فإنها مهددة بالانقراض كما أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. هل تهوى السلاحف؟ ستحبها أكثر إن ألقيت نظرة على هذه الجميلة العملاقة. وتسمى سلحفاة غالاباغوس بجزيرة فرناندينيا. لم نرها منذ سنة 1906، لكن في 17 من فبراير سنة 2019 تمكننا أخيرا من النظر إلى إحدى هذه المخلوقات الجميلة. ربما هي في مكان ما اليوم مع بعض رفاقها، لكنها لا تسمح لأحد برؤيتها. نعلم بأنها موجودة بسبب بعض الآثار والروائح. هناك ضفدع ثان ويسمى الضفدع الجرابي الأقرن. تعيش هذه البرمائيات في الإكوادور في غابة تشوكو على وجه التحديد. أطلقت عليها هذه التسمية بسبب قرونها المميزة فوق أعينها بالضبط. هل تعرف ذلك الجراب الذي يستعمله الكنغر لحمل نسله؟ حسناً، تمتلك إناث الضفدع الجرابي الأقرن نفس الجراب باستثناء أنه في الخلف، لذا يبدو مثل حقيبة ظهر.
ينمو الجنين في الجراب، وحينما يستعد للخروج يفقس كطفل كامل، على عكس الضفادع العادية التي تبدأ حياتها كعلاجم. ضفدع آخر يسمى ضفدع الليالي المرصعة بالنجوم أو الضفدع المهرج، هذه الضفادع سوداء ومغطاة بالكثير من البقع البيضاء، وبعد أن فقدنا أثرها لثلاثين سنة عثرنا عليها مجددا في سنة 2019. يمكن تخيلها كحارس شخصي كبير، أو بالأحرى حارس مائي شخصي. أوه، هذا الضفدع عملاق. بالنسبة لسكان آرهواكو، الضفادع تحرس المياه، كما أنهم يطلقون عليها تسمية خاصة هي غونا، يبدو كاسم لنوع جبن. المهم، حينما وجدها العلماء مجددا اعترضتهم 30 من هذه المخلوقات، مع أنهم توقعوا رؤية واحد فقط. يا لها من مفاجأة سارة. وهذا نمر آخر من أجلك، رغم أنه لا يبدو كباقي النمور التي نعرفها، ويسمى النمر التازماني، ويبدو أنه اختفى في سنة 1936، لكن الناس رصدوه في البرية منذ 6 سنوات، أي في سنة 2016. تشبه هذه النمور الكلاب نوعا ما، أو ربما الثعالب. انظر فقط إلى الخطم، لعله مزيج من الاثنين، ومن ثم ظهرت المزيد من النمور. إن صادف ورأيت إحداها أمامك بالضبط لكنك لم تتأكد من نوعه، عاين تلك الخطوط على ظهره، إنها موجودة فعلا، لكنها لا تزال فصيلة منقرضة من الناحية النظرية وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. حسنا، تخيل حصانا يبدو كأنه انبثق لتوه من مشهد أفلام، صغير ومغطى بوبر جميل ومهذب للغاية. إنه صغير لكنه ليس مهرا، بل حصان بحر قزوين. تملك هذه الكائنات خلفية درامية، فقد اكتشفت على يد لويز لايلين التي تزوجت من ارستقراطي في سنة 1957، وبعد انتقالها إلى طهران في إيران لم يعجبها سلوك الخيول، لذا أخذت بزمام الأمور واصطحبت بضعة أشخاص معها وذهبت إلى جبل بحر قزوين، وهناك وجدت 3 من هذه الخيول الصغيرة والجميلة. هذه هي القصة المتداولة. المخلوق التالي هو البوسوم الذي عثر عليه في مكان غير متوقع. احذر أين؟ لديك 3 خيارات لتختار بينها: منتجع للتزلج، أو منطقة ريفية نائية في أستراليا، أو حمام شقة أحدهم. ماذا اخترت؟ لديك 3 ثوان. الجواب الصحيح منتجع للتزلج. أجل، يسمى هذا البوسوم بوسوم الجبال القزم، ويتأصل من أستراليا. إلى حد الآن ثمت 3 مستعمرات حية لهذا البوسوم الصغير، لكننا اعتقدنا سابقا أنه انقرض حتى سنة 1966. هناك أقل من 100 من هذا المخلوق، لذا أعلن الاتحاد الدولي لحفظ البيئة بأنه مهدد بالانقراض. مخلوق آخر من أستراليا هو الببغاء الليلي. هذا مخلوق ساحر بنظر هواة الطيور، جميل جدا لكنه غامض ويعيش في المناطق النائية. ربما يمكنك أن تحسب بأصابع يدك عدد المرات التي رأيناه فيها منذ أن عثرنا عليه مجددا في سنة 1979. أجل، إنه مخلوق شديد الندرة. هل سبق ورأيت الأبخصيات القزمة؟ ولا أنا أيضا، لم نتمكن من رصد 3 منها سوى في سنة 2008. لا يريد العلماء أن يفقدوا أثرها مجددا، لذا أعطوها هدية في شكل أطواق صغيرة. بهذه الطريقة يمكنها أن تكمل حياتها بسعادة وهناء، وأن نعلم أنها بخير. المخلوق الأخير الذي أود أن أخبرك عنه هو كراكاند الشجر الأسترالي. ربما يوهمك اسمه بأنه كراكاند، مع أنه ليس كذلك في الحقيقة. إنه مجرد حشرة سوداء كبيرة بأرجل عملاقة، وقصة انقراضها محزنة فعلا. في سنة 1920 علقت سفينة شحن في جزيرة لورد هاو، وعلى متنها الكثير من الجرذان. هربت هذه الجرذان من السفينة ودخلت اليابسة. رغم أن كراكاند الشجر أكبر من معظم الحشرات، إلا أنه أصغر من الجرذان. لم يكن لهذا المسكين فرصة للتغلب عليها، ومع ذلك في سنة 2004 أشرقت الحياة مجددا على هذه المخلوقات المميزة، حينما ذهب ثنائي من العلماء الأستراليين إلى الجزيرة التقيا ب24 منها، وجميعها تعيش تحت شجرة واحدة. مكان واحد صغير لكنه دافئ، بيت القصيد من كل هذا. كن مميزا ولا تنقرض بالكامل، ألا توافق على ذلك؟ تخيل التالي: تغوص في المحيط وتتأمل شعبا مرجانية وأسماكا ملونة تسير حولك، فجأة يظهر ظل ضخم،
تنظر للأعلى وترى مخلوقا ضخما يقترب منك وفمه كالثقب الأسود السحيق. لا تهلع، ابقى ساكنا ولن يحدث أي شيء لك. هذا المخلوق الضخم ما هو سوى قرش متشمس، أحد وحوش البحر المخيفة العاجزة عن إلحاق الأذى بالبشر. أسماك القرش المتشمس من المتغذيات بالترشيح مثل حيتان البالين، وهذا يعني أنها تفتح أفواهها الكبيرة لابتلاع العوالق ولا تتمتع بأسنان حتى. الوقت متأخر من الليل في غابة أمريكا الوسطى، تتجول في البرية لتأمل الطيور وتسمع فجأة رفرفة أجنحة، تشعر بالحماس وتنظر باهتمام عبر نظارة الرؤية الليلية، لكن ترى وجها كأنه خرج لتوه من أسوأ كوابيسك. لا تصرخ ستخيف المسكين وسيهرب، إنه خفاش مسالم تماما بوجه متجعد وغير مهتم بك. اسمه خفاش الفاكهة، وتساعده التجاعيد على وجهه في جمع قطع الفاكهة والعصائر لتناولها لاحقا. على فكرة له اسم لاتيني سينتوريو سينكس، والذي يعني إنسان بعمر 100 سنة. تتجول الآن في متنزه وطني بالنيبال وتقرر غسل وجهك في نهر قريب منك، لكنك تتجمد مذعورا، فهناك تمساح يحدق بك من مسافة قريبة جدا. بعد ذلك يرفع خطمه فوق الماء وتزفر بارتياح، إنه غريال. يتميز هذا الحيوان الزاحف بخطم طويل ونحيل يسمح له بصيد الأسماك ببراعة، لكن في الوقت نفسه يمنعه من صيد أي فريسة أخرى. ورغم أنه من آكلات اللحوم، فالغريال كائن خجول للغاية ويبتعد عند رؤية البشر. في الوقت الحالي لا يوجد أكثر من 1000 تمساح من هذا النوع حول العالم، لذا دع هذا الكائن المسالم وشأنه. تحفر حديقة منزلك وتلاحظ شيئا يتحرك على مجرافك، تلقي نظرة فاحصة وترمي أداتك في حالة ذعر. ترى مخلوقا صغيرا يبدو مثل كائن فضائي يهرع إلى جحر في الأرض. لا تقلق، إنه فقط الخلد نجمي الأنف. يتميز هذا المخلوق بأنف غريب يبدو وكأنه قد تفجر من الداخل، عيناه صغيرتان وضعيفتان، لذا فتساعده النجمة على أنفه كثيرا في التحرك والبحث عن الطعام. وهو في حالة حركة دائمة ويلمس كل شيء في طريقه كما لو كان محلاقه أصابع صغيرة. هل عدت للغوص في المحيط؟ طيب، لما لم تنظر إلى يمينك؟ فهناك سمك قرش مسنن حقيقي قادم باتجاهك. كلا لا تهلع، إنه مجرد قرش نمل رملي، ليس رمليا ولا نمرا، بل مجرد سمكة قرش ضعيفة لا حول لها ولا قوة، تتغذى على الأسماك وتسبح ببطء في البحار وتطارد فرائسها أحيانا. لا توجد أي تقارير عن حالات هاجم فيها هذا القرش البشر، لكنه يتمتع بصفوف أسنان حادة، لذا لا تحاول لمسه من باب الاحتياط. قد يبدو هادئا، لكنك لا تريد التعرض لعضته ولا إيه؟ لننتقل من المحيط إلى الصحراء. أنت الآن في أستراليا وتشتهي بعض الماء، تبدأ بحفر الأرض في سبيل الحصول على ماء، لكن يصادفك مخلوق في باطن الأرض مغطى بالأشواك بالكامل. ينظر إليك بريبة ثم ينسل بعيدا، لأنه مجرد شيطان شائك. هذه السحلية مسالمة للإنسان رغم اسمها المشؤوم، تحميها النتوءات الشبيهة بالقرون على جلدها من الحيوانات والطيور المفترسة. أشواكها صلبة لكنها لن تؤذيك إن تجنبت لمسها. الآن إن كنت مصابا برهاب العناكب فلن تطمئنك المعلومة التالية، لكن العقرب الصوتي الأبتر الذي قد تصادفه في أمريكا الشمالية والجنوبية إلى جانب آسيا وأفريقيا يخاف منك أكثر من خوفك منه. كرر قول ذلك لنفسك، لا يتمتع هذا المخلوق المرعب بإبر لسع ولا يعض حتى عند شعوره بالخطر. أسوأ ما يمكنه فعله، وفقط في حال أنك حاصرته، حاول أن تخمن، أنه سيوخزك بأرجله الأمامية مخلفا آثار ثقب صغيرة على إصبعك. يقتني الكثيرون هذه العقارب كحيوانات أليفة، وهي ودودة جدا مع أصحابها. هذا صحيح، قالوا لي الشيء نفسه عن القطط. إن صادفت يوما جحرا يطل منه مخلوق أملط بأسنان كبيرة فتجاهله ودعه في حاله. يعد فأر الخلد العاري قطة سفينكس وسط القوارض، وهو قريب لجرذ الخلد، لكنه بلا شعر، كما أنه يتميز بصفات رائعة، فدمه بارد بسبب عيشه تحت الأرض بشكل دائم.
لكنه قادر على التأقلم مع أي درجة حرارة في الخارج، ولا يحس جلده المترهل المتجعد بأي ألم على الإطلاق، لذا فلا تخيف الدبابيس والأشواك ولا الأسنان الحادة فئران الخلد العارية. لقد تهت في الغابة مجددا، لكن هذه المرة في مدغشقر. يا لك من مسكين، حل الليل وأنت تبحث عن مأوى يضمك، لكن حالما تعثر على شجرة مناسبة لبناء كوخ صغير تتجمد في مكانك من الرعب، تظهر يد سوداء طويلة الأصابع على غصن فوقك وتحدق بك عينان صفروان كبيرتان، ثم ترى وجها أشعثا وتدرك أنه مجرد ليمور الآي آي على وجه التحديد. مدغشقر موطن هذا المخلوق الأصلي، ولا يخرج إلا في الليل، لذا فأنت محظوظ لرؤيته، ويؤدي دور النقار الخشب في الغابات الاستوائية، فهو يدق جذوع الأشجار للعثور على الحشرات، ويستخدم أصابعه الطويلة الذابلة للوصول للداخل. لقد سئمت من الخوف، لذا تريد العودة إلى منزلك، لكن لم تنتهي المخاوف بعد، فهناك ثعبان كبير باللونين الأحمر والأبيض في طريقك. يصدر الثعبان صوت فحيح وينتظر تحركك. تعرف أنه ثعبان مرجاني، وهو نوع سام وخطير للغاية. تتوقف في مكانك، وعندما يزحف مبتعدا تدرك أنه في الواقع ثعبان حليب، غالبا ما يقلد الثعابين السامة وليست الثعابين المرجانية فقط، لحماية نفسه من الحيوانات المفترسة. لكن إن لم تكن متمرسا في التمييز بين الثعابين، فمن الأفضل لك الابتعاد عنها دائما. سترى المخلوق التالي في كوابيسك المرعبة، إنها ألفية الأرجل الأفريقية الكبيرة. حجمها كبير ولونها لامع، وتسير على مئات الأرجل الصغيرة الزاحفة. ومع ذلك لو كانت تمتلك عينين كبيرتين لأصبح شكلها جميلا، ربما لهذا السبب يحتفظ بها الكثيرون كحيوان أليف، إلى جانب أنها تعيش في العادة لعشر سنوات. ألفية الأرجل الأفريقية الكبيرة لا تستطيع العض، وتتمثل وسيلة دفاعها الوحيدة في الالتفاف في كرة ضيقة وإفراز سائل مهيج من مسامات جلدها. إن تجرأت على لمسها لا تفرك عينيك أو أنفك بعد ذلك، فسوف تكون النتيجة مزعجة. جالوت آكل الطيور حيوان زاحف مخيف آخر يقتنى كحيوان أليف. لا يشكل هذا المخلوق خطرا على البشر رغم مظهره المرعب. يعد أحد أكبر العناكب في العالم، وكما يوحي اسمه فإنه يصطاد الطيور الصغيرة أحيانا لتناولها، لكنها ليست جزءا من نظامه الغذائي المعتاد، فهو يفضل الديدان والبرمائيات. لكن احرص على عدم تخويفه، فلا يزال بإمكانه العض أو إطلاق الشعر للدفاع عن نفسه. لدغته تشبه لسعة الدبور، وقد يسبب شعره تهيجا جلديا شديدا، لكن هذا العملاق اللطيف خجول في العادة ويزحف مبتعدا عند رؤية البشر. يا للهول، ثعبان آخر يقترب منك، وعندما توشك على الاستدارة والركض بعيدا ترى كائنا ضخما بثمانية أرجل يعترض طريق الثعبان وينقض عليه. إنه عنكبوت آخر، ويبدو مرعبا أكثر من الثعبان نفسه. إنه عنكبوت الجمل، ليس في الحقيقة عنكبوتا ولا عقربا، بل ينتمي إلى عائلة منفصلة. هذا المخلوق مذكور في العديد من الأساطير الشعبية، لكنه لا يمتلك في الواقع أي سم. يمكنه أن يعض طبعا، وفكاه قويان للغاية، لكنه لا يستطيع فعل الكثير للإنسان أكثر من مجرد العض. يختبئ في الرمال والجحور للانقضاض على السحالي واللافقاريات وحتى الثعابين الغافلة. تخيل الآن حشرة أرماديلا، ليست جميلة لكنها غير مخيفة بسبب صغر حجمها، لكن ماذا لو كانت أكبر بعشر مرات؟ ستخيفك بلا شك. هذا المخلوق حقيقي، واسمه متوازي الأضلاع العملاق، مثلث متساوي الساقين، اسمه متساوي الأرجل العملاق، نعم متساوي الأرجل العملاق. من حسن الحظ أنه يعيش في المياه الباردة العميقة المظلمة، لذا لن تراه في حديقة منزلك. ينمو إلى هذا الحجم الهائل بسبب شيء يسمى التضخم في أعماق البحار. يجب على الكائنات القاطنة في أعماق البحار تحمل ضغط ماء هائل ودرجات حرارة قارصة البرودة وشح في الطعام، لذا تتباطأ عملية الأيض في أجسامها. لا يتحرك متساوي الأرجل كثيرا، وغالبا ما يجلس في مكانه في انتظار قدوم حشرات صغيرة أو قشريات لينقض عليها ويأكلها.
ورغم امتلاكه العديد من الأرجل لكنه غير قادر على إيذائك حتى لو أراد ذلك. هيا ربط عليه.